رئيس مجلس القيادة الرئاسي يدعو في كلمته بمؤتمر القمة العربية بالجزائر إلى تصنيف عربي جماعي للميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية. الرئيس العليمي يبحث مع الرئيس المصري المستجدات اليمنية والعلاقات الثنائية. رئيس الوزراء يشيد بجهود السلطة المحلية بمحافظة المهرة لتعزيز الوضع الخدمي والتنموي. محافظ حضرموت يطلع على الجاهزية الفنية وإجراءات السلام في مطار الريان الدولي بالمكلا. المحافظ بالماضي يدشن مشروع وحدات الطاقة بمدارس المكلا، يطلع على سير العمل بمشروع جسر بويش. هذه نشرة العاشرة مساء نقدمها لكم من مبنى تلفزيون حضرموت الحكومي بمدينة المكلا، معكم سالم بازهير وحنين عمر، حيث نفتتح نشرتنا من جمهورية الجزائر التي تستضيف اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها 31. هناك حيث ألقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي كلمة دعا فيها المجتمع الإقليمي إلى تصنيف عربي كامل لميليشيات الحوثي الانقلابية كمنظمة إرهابية دعما لقرار مجلس الدفاع الوطني وبناء على الحقائق وقرار مجلس الجامعة. وطمأن فخامة الرئيس العليمي من المخاوف المرتبطة بتداعيات التصنيف الإرهابي للميليشيات الحوثية، موضحا أن التحول في استراتيجية تعامل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية مع هذه الجماعة الإرهابية يراعي الشواغل كافة وتأخذ بعين الاعتبار الحقائق والوقائع والواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور جميعا، أود في البداية أن أعرب عن بالغ التقدير للجمهورية الجزائرية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الوفادة والجهود المبذولة لإنجاح هذه القمة التي يتزامن انعقادها مع ذكرى ثورة التحرير المجيدة في هذا البلد المناضل العروبي العزيز. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس قيس سعيد والحكومة التونسية على ما بذلوه من جهد خلال رئاسة تونس للدولة السابقة ومساعيهم المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك في مرحلة عصيبة من تاريخ أمتنا. وأود التعبير أيضا عن تقديرنا لجهود معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط وكافة مساعديه وكادر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومواقفهم في الدفاع عن مصالح شعبنا وأمتنا والأمن القومي العربي. واسمحوا لي إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أن أعرب لكم عن عميق امتناننا لوقوفكم الثابت إلى جانب شعبنا وقيادته الشرعية على أمل أن تمثل هذه القمة تحولاً حاسماً نحو استعادة الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها في بلادنا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، كان يحدوني الأمل في أن أحمل إليكم من بلدنا المنكوب أخباراً سارة بعدما حاولنا مع حلفائنا وشركائنا إحياء مسار السلام بالموافقة على الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة وتمديدها لفترتين متتاليتين. في خضم ذلك الزخم لمسار التهدية المدعوم واستجابتنا الكاملة لكافة بنود الهدنة سادت روح جديدة من التفاؤل في أرجاء البلاد
بعد 8 سنوات من الجمود والحرب، لكن هذا الأمل سرعان ما تبدد كما كان متوقعا عندما اختارت الميليشيات الحوثية الإرهابية مجددا التصعيد على نحو غير مسبوق تماهيا مع استراتيجية النظام الإيراني التوسعية في المنطقة. ففي غضون 6 أشهر من الهدنة المنهارة، وهو عمر مجلس القيادة الرئاسي الذي أتحدث باسمه اليوم نيابة عن إخواني أعضاء المجلس والشعب اليمني، التزمت حكومتنا بكافة شروط الهدنة وما تزال ملتزمة بها حتى اليوم، رغم رفض الميليشيات الإرهابية تجديد الهدنة وعدم وفائها بالتزامها المتعلق بفتح طرق مدينة تعز المحاصرة منذ 7 سنوات. وكانت آمال شعبنا تتطلع إلى خطوة أخرى في مسار السلام تعود بمزيد من الفوائد لشعبنا اليمني من خلال تجديد الهدنة لمدة 6 أشهر إضافية، متضمنة وجهات سفر جديدة ودفع رواتب الموظفين وفقا لكشوفات عام 2014 في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الإرهابية. لكن تلك الميليشيات تهربت من هذه الاستحقاقات برفض تجديد الهدنة واستهداف مينائي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة في عمل إرهابي أدى إلى وقف صادرات المينائين الحيويين، سعيا منها لإغراق البلاد في أزمة اقتصادية وإنسانية شاملة وإعاقة عجلة الإصلاحات الخدمية والمعيشية التي بدأها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة خلال الأشهر الماضية من عمر المجلس. وفوق كل ذلك، ما تزال هذه الميليشيات تعلن عن تهديدات يومية للمنشآت الاقتصادية الوطنية والبنى التحتية المدنية في عموم اليمن ودول الجوار التي كانت في صدارة قيادة الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216. ولهذا بادرنا إلى تعديل استراتيجيتنا للتعامل مع هذه الجماعة المتطرفة بتصنيفها منظمة إرهابية، وندعوكم أشقاءنا الكرام لفعل الشيء نفسه بناء على الوقائع وتأكيدا على قرار مجلس الجامعة العربية رقم 8725 على مستوى المندوبين الدائمين الصادر بيناير 23 يناير من العام الجاري، والمصادق عليه في وقت لاحق من قبل المجلس الوزاري الذي يطالب الدول كافة بتصنيف هذه الجماعة منظمة إرهابية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، إنني على إدراك بالتساؤلات والمخاوف التي يطرحها البعض بشأن تداعيات التصنيف الإرهابي للميليشيات الحوثية، لكن هذا التحول في استراتيجيتنا للتعامل مع هذه الجماعة يراعي تلك المخاوف وفق آليات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق والواقع الاقتصادي والاجتماعي والشواغل الإنسانية والقيم والمبادئ والمصالح المشتركة التي تأسست عليها هذه الجامعة قبل 77 عاما. ومن بين تلك الحقائق أن هذه الجماعة الإرهابية تسببت في مقتل ووفاة نحو 500,000 يمني بينهم نساء وأطفال، وشردت حوالي 5 ملايين آخرين في أنحاء البلاد وعبر الأقطار والقارات، وزرعت ملايين الألغام والعبوات والمتفجرات المحرمة دوليا، ودفعت بآلاف الأطفال والشباب جنودا إلى محارق الموت، وشرعت في تجريف هويتنا الوطنية وسحقت الحقوق والمكاسب المجتمعية ومناخ التعايش والتعدد الذي ساد بلدنا على مر التاريخ. إضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 80% من أبناء شعبنا ينتظرون اليوم المساعدات من الوكالات الإغاثية في ظل تعنت الميليشيات الإرهابية ورفضها كل الجهود والمساعي الحميدة لإحلال السلام ووقف الحرب وإنهاء المعاناة.
وعلاوة على ذلك تتباهى هذه الجماعة الإرهابية باستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية في اليمن وعبر الحدود، وتطوير أساليب إرهابية لتحديد الملاحة البحرية بدءا بالزراعة العشوائية للألغام في الممرات الملاحية الدولية، ومهاجمة الناقلات التجارية بالطائرات المسيرة والقوارب المفخخة والصواريخ الموجهة، وصولا إلى أعمال القرصنة واختطاف السفن والمناورة والابتزاز والتسويف بإنهاء خطر الخزان العائم للبترول صافر، والذي تهدد بكارثة بيئية كبرى في المنطقة. وحتى تلك الفوائد المأمولة من الهدنة الإنسانية عملت الميليشيات الإرهابية على تقليصها بمنع النساء من السفر عبر الرحلات الجوية، واستمرار رعاية الأسواق السوداء للمشتقات النفطية رغم السماح بتدفق مئات الآلاف من أطنان الوقود. وعلى مدى 8 سنوات تنصلت الميليشيات الإرهابية عن جميع التزاماتها بما فيها اتفاق ستوكهولم الذي يشمل إطلاق سراح آلاف المحتجزين تعسفيا والمختطفين والمخفيين قسرا، بل ذهبت إلى الإفراج عن المحكومين بقضايا الإرهاب في تخادم صريح مع تنظيمي القاعدة وداعش. ولهذا أيها الإخوة، فإن الخسائر الحقيقية الناجمة عن هذه الحرب والرؤية الإرهابية الحوثية بشأن المستقبل لا يمكن أن نحصرها فقط بعدد القتلى والمدن المحطمة، ولكن أيضا بالأرض الملغومة وفرص وأحلام أجيالنا الضائعة وهويتنا وأمننا القومي المحفوفين بخطر تغليب مصلحة النظام الإيراني على حساب مصالح شعبنا وأمتنا العربية. ولذلك فقد آن الأوان للقيام بعمل عربي جماعي في اليمن يتصدى للمشروع الانقلابي التخريبي القائم على الخرافة والعنصرية ومحاولة سلخ بلدنا عن نسيجها الخليجي والعربي وتحويله إلى نقطة انطلاق إيرانية لتهديد الأمن القومي العربي وإمدادات الطاقة العالمية. إن حرمان هؤلاء الإرهابيين من ملاذات آمنة ومنابر تعبوية وتجفيف مصادر تمويلهم وتفكيك إيديولوجيتهم الخادعة سيكون بداية الطريق لهزيمتهم واستعادة مسار السلام الحقيقي والمستدام. على أن ذلك لن يكتمل دون مواجهة وعزل النظام الإيراني الذي يمنح هؤلاء الإرهابيين الملاذ والسلاح والمال والدعم الإعلامي. وإنني أغتنم هذه الفرصة والقمة الرفيعة لقادة أمتنا العربية الكرام للتأكيد على ضرورة دعم كافة الجهود لمنع التدخلات الإيرانية المدمرة في شؤون بلدنا، بما في ذلك التصدي لشحنات الأسلحة ونقل الخبرات العسكرية والأفكار الهدامة التي توثقها أدلتنا الدامغة والتقارير الدولية المتعاقبة. واسمحوا لي انطلاقا من روح هذه الحقيقة أن أتحدث بمنتهى الصراحة أنه لم تكن لدينا أي مشكلة مع إيران وشعبها الذي يتحمل الآن كل المتاعب الناجمة عن مغامرات نظامه العبثية. إن مصلحة إيران هي في الشراكة مع جيرانها والمجتمع الإقليمي والدولي والتركيز على خدمة ورفاهية مواطنيها والكف عن تبديد مواردهم ومقدراتهم فيما يزعزع أمن واستقرار وسيادة الشعوب والدول. إن الكلمات وحدها لا تكفي أيها الأخوة لوصف حجم المخاطر المحدقة بأمننا القومي، وهو ما يتطلب منا حشد كافة الطاقات والعمل بيقظة تامة على مدى السنوات المقبلة، لأنني أدرك تماما أن ما يواجهه اليمن اليوم وبلدان أخرى في المنطقة هي تحديات مشتركة، وفي حال تقاعسنا عن التصدي لها فسيلحق بنا الضرر جميعا دون استثناء. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة الحضور جميعا، يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، وفي المقدمة الحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية وتداعياتها على أمننا الغذائي، وخصوصا أقطارنا التي تشهد نزاعات مسلحة وأزمات إنسانية من صنع جماعات متمردة على الإجماع الوطني.
وقد كانت استجابة هذه القمة الموقرة لملف التحديات المحدقة بأمننا القومي عملاً رائعاً، حيث تتطلع شعوبنا إلى معالجة جماعية لتأمين غذائها والحد من التداعيات هذه الأزمات المتشابكة على مستويات المعيشة والتدفق الآمن للغذاء والسلع الأساسية. ولا شك أن تداعيات هذه المتغيرات كانت أكثر وضوحاً وتشعباً وعمقاً على أمن الغذاء في بلادنا الذي يستورد نحو 45% من احتياجاته للقمح الأوكراني والروسي. ولذلك فإنني أضم صوتي إلى الأصوات الداعية لتفعيل دور مؤسساتنا العربية المشتركة بما فيها ذلك البناء على المبادرات والمقترحات الرامية لإنشاء تكتل اقتصادي ضامن للأمن الغذائي العربي والحد من الآثار المدمرة للأزمات الدولية الراهنة، خصوصا على البلدان الأكثر هشاشة، كجزء من استراتيجية عربية شاملة للتنمية والاستثمار في مواردنا المتاحة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات الحضور جميعا، بعد أكثر من 7 عقود على تأسيس هذه المنظمة العريقة ما تزال فلسطين وستظل قضيتنا الأولى ورمز لأطول نضال في التاريخ من أجل الحرية والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المنشودة. لذلك فإننا نجدد التأكيد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية العادلة التي ستحظى بدعمنا السياسي الكامل في مختلف المحافل وفقاً لحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارة الشرعية الدولية ذات الصلة، كما تؤيد الجمهورية اليمنية حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ونلتزم كعضو مؤسس للجامعة العربية باستمرار دعمنا للجامعة والترحيب بكافة المبادرات لتعزيز مكانتها كمظلة وبيت لكل العرب وفضاء مشترك لتوحيد الكلمة وتنسيق الجهود حفاظا على مصالح أمتنا وازدهارها وأمنها القومي. وإنني أجدها مناسبة في هذا السياق للتعبير عن امتناننا العميق لأشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين سالت دماء أبنائهم معنا دفاعا عن أرضنا ومصالحنا ومؤسساتنا وإعادة بناء خدماتنا وتوحيد صفوفنا والذود عن الأمن القومي العربي تأكيدا لمعاني التضامن والتكامل الذي أكد عليه ميثاق جامعة الدول العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الإخوة والأخوات الحضور جميعا، لقد كان من دواعي سروري أنني التقيت بعدد من الزعماء والقادة المتواجدين معنا هنا اليوم، وإنني وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة نتطلع إلى دعمكم جميعا لجهود استعادة مؤسسات الدولة في بلادي وتخفيف المعاناة الإنسانية وإقرار الآليات الجماعية المناسبة على هذا الصعيد. وبعون الله ستمثل هذه القمة في أرض الجزائر أرض المليون شهيد بداية لصنع التحول واستعادة الريادة العربية، وأن يتم تذكرها باعتبارها قمة السلام والتضامن ولم الشمل والموقف الحازم لحماية مصالح الأمة العربية وأمنها القومي. كل الشكر لكم مجدداً أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وكل الأمنيات بالتوفيق والنجاح لهذه القمة لما فيه خير وازدهار الأمة ومصالحها المشتركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي أخبار الرئاسة أيضاً، بحث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مستجدات الوضع اليمني والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. اللقاء جرى على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وتطرق إلى التطورات المرتبطة بتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وتهديداتها لأمن المنطقة وخطوط الملاحة الدولية. واستعرض الرئيسان مجالات التعاون بين البلدين على ضوء نتائج زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الأخيرة لجمهورية مصر العربية وسبل التنسيق بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة. وأكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانبه
استمرار الدعم المصري لليمن وشعبه وقيادته ومؤسساته الوطنية الشرعية ووحدته وسلامة أراضيه والجهود كافة الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد. وفي إطار لقاءاته بالزعماء العرب، ناقش فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي مع رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان الجهود المشتركة لإنهاء انقلاب الميليشيات الإرهابية. رئيس مجلس قيادتنا الرئاسي أعرب باسمه وأعضاء المجلس عن عظيم امتنانه وتقديره للموقف السوداني المشرف إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية. هذا وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني التزام بلاده بتقديم جميع أشكال الدعم للقيادة والحكومة اليمنية، راجيا أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من النماء في مختلف المجالات. ومن رئاسة الجمهورية إلى رئيس الوزراء، حيث أجرى الدكتور معين عبد الملك اتصالا هاتفيا بمحافظ المهرة محمد علي ياسر، أشاد فيه بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية في محافظة المهرة لتحسين مستوى الخدمات. وعقب المكالمة الهاتفية، وجه رئيس الوزراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع السلطة المحلية باتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستكمال تأسيس جامعة المهرة وفق أسس علمية حديثة. وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل المشترك لاستقطاب الاستثمارات إلى محافظة المهرة وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين بما يحقق الفائدة لأبناء المحافظة ويضمن لها سلمها الاجتماعي. وفي أخبار الوزارات، التقى وزير الشباب والرياضة نايف البكري منسق مشروع استاد يافع الأولمبي صالح عبد الرب الميسري للتعرف على ما تم تنفيذه من إجراءات لتشييد الملعب. الوزير البكري أكد أهمية إنشاء وتشييد استاد يافع الأولمبي في مركز مديرية لبعوس بمحافظة لحج وجعله ملعبا رئيسيا لجميع مديريات يافع الثمان. ودعا الوزير البكري رجال المال والأعمال والتجارة في عموم مديريات يافع للإسهام في إنجاز المشروع باعتباره حلما لكل أبناء يافع. أوجه الوزير البكري وكيل قطاع المشاريع واللجنة الهندسية في الوزارة للنزول إلى مديرية لبعوس واستلام موقع المشروع واستكمال إجراءات توثيق ملكية وضع الدراسات الخاصة بالمشروع. وإلى أخبار محافظة حضرموت، حيث اطلع محافظها الأستاذ مبخوت مبارك بماضي على جاهزية مطار الريان الدولي بن مكلا ونتائج الدورة التدريبية الأخيرة للمتدربين في الأمن والسلامة بالمطار. زيارة المحافظ لمرافق المطار شهدت تقديم شرح حول الجاهزية الفنية وإجراءات السلامة واستقبال المسافرين في الرحلات الداخلية وصولا ومغادرة، قدمه المدير العام للمطار المهندس أنيس بسويطين. وتعد البنية التحتية للمطار جاهزة لاستقبال جميع الرحلات وأنواع الطائرات وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة وفقا للمعايير الدولية، وتتوفر بالمطار إمكانات إضافية وأجهزة ملاحة دولية متطورة. وكذلك في حضرموت، حيث دشن محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بماضي بمدرسة الزهراء بالمكلا مشروع توريد وحدات الطاقة الشمسية وتركيبها لتسع مدارس ومجمعات تعليمية للبنات في مدينة المكلا. المشروع شمل مدرسة فاطمة الزهراء وثانوية ركب للبنات وثانوية الميناء للبنات ومجمع الهدى بالحرشيات ومدرسة ابن الهيثم وثانوية السعد العامرية وثانوية بلقيس ومدرسة فاطمة الناخبي ومجمع فو التعليمي للبنات. إلى ذلك، وضمن هذا المشروع، دشن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيغ بمعية مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أمين عبد الله بعباد المدير العام لمديرية مدينة المكلا صالح فائز العمري اليوم بالمكلا مشروع تأثيث أربع مدارس بمدينة المكلا، هي مدارس غرير والقارة الحمراء والسلال وخولة بنت الأزور. بالحقيقة احنا في السلطة المحلية في محافظة حضرموت
نتقدم بالشكر الجزيل لكل المنظمات الدولية التي تساهم معنا في مثل هذه الأعمال لمواجهة كثير من الصعوبات في عدد من المجالات، منها هذا المجال التعليم. هذه المدرسة مدرسة حيوية في هذا الحي الجميل الراقي، تستحق أن تكون مجمع كبير للطالبات لتضع أرجلهم على طريق المستقبل. نحن سعداء أن نفتتح اليوم هذا المشروع بتمويل 1,000,000 دي بي وتنفيذ الأشغال العامة. وشرحوا لنا الأخوة عدد من المشاريع سعدنا بها، وليس هذا المشروع الأول الذي نفتتحه في هذا لهذه المنظمة ولغيرها من المنظمات التي لا نستغني عنها في وقتنا الحالي نتيجة للمواجهات أو الأزمة الشديدة التي تمر بها بلادنا، والتي ربما تعيق الحكومة من تنفيذ مهامها، فإذا بهم يكونون الرديف لنا. اطلع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوث مبارك بماضي على مشروع صيانة جسر بويش السطحي البالغ طوله 480 مترا وكلفته 1,053,230 دولارا أمريكيا. المشروع يأتي بتمويل من البنك الدولي عبر منظمة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، حيث استمع المحافظ إلى سير العمل في المشروع الذي بدأ العمل في نهاية شهر سبتمبر الماضي. وتأتي أهمية الجسر السطحي لمنطقة بويش انطلاقا من كونه الطريق الدولي الرئيس الرابط بين المكلا والمناطق الشرقية ومحافظة المهرة ودول الخليج. ومن حضرموت إلى شبوة، حيث ناقش محافظها عوض العولقي مع لجنة من الهيئة العامة للشؤون البحرية برئاسة المهندس نعيم العمودي ترتيبات فتح مكتب للهيئة في المحافظة. اللقاء تم فيه تدارس الخطوات التي يجب القيام بها لفتح المكتب والإمكانيات التي يجب توفرها لذلك، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها في هذا الشأن. وأشاد المحافظ العولقي بتجاوب الهيئة العامة للشؤون البحرية مع مطالب المحافظة بشأن فتح مكتب لها بالمحافظة، مشيرا إلى الأهمية التي يكتسبها ذلك في تعزيز الروابط والتنسيق بين المحافظة والهيئة، مبديا استعداد قيادة المحافظة تقديم التسهيلات اللازمة التي تمكن الهيئة من القيام بعملها ونشاطها بالصورة المنشودة. من شبوة إلى المهرة، إذ ناقش اجتماع برئاسة المحافظ محمد علي ياسر الجوانب المتعلقة بمنحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة للتشغيل محطات الكهرباء، إضافة إلى معالجة إشكالية المتأخرات. الاجتماع وقف أمام جملة الإشكالات والالتزامات المالية ووضع المعالجات والحلول لضمان استمرارية منحة الوقود واستمرار توليد التيار الكهربائي في عموم محطات التوليد بالمديريات. كما تطرق الاجتماع الإجراءات والتدابير المطلوبة لرفع القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء وتجاوز مشكلة الانطفاءات خلال فترة الماضية. وخرج الاجتماع بجملة من الإجراءات والحلول لاستقرار خدمة الكهرباء في عموم مديريات المحافظة. وإلى وادي حضرموت تحديدا من جامعة سيئون، حيث تخرجت الدفعة الأولى في تقنية المعلومات والدفعة الرابعة في علم الحاسوب بكلية العلوم التطبيقية في الجامعة، وهما من التخصصات ذات الحاجة الماسة في المجتمع وسوق العمل بوادي وصحراء حضرموت. المزيد من التفاصيل مشاهدينا في سياق التقرير الآتي. برعاية كريمة من الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حمل عامري، تفرح أول دفعة تنهي مرحلة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات بجامعة سيئون. الدفعة التي تتكون من بنت واحدة و44 طالبا، والذين احتفلوا برفقة خريجي تخصص علم الحاسوب في الجامعة نفسها. هذه الدفعة الأولى طبعا دفعة تقنية معلومات، هو التخصص الذي يحتاجه السوق هذه الأيام، وهو الذي المهم
ونرجو إن شاء الله تكون هذه الكوكبة والخريجين إضافة نوعية إلى المجتمع وتفيد المجتمع إن شاء الله. أنا خريجة علوم حاسوب، طبعا هذا التخصص مهم جدا في هذا الوقت نظرا لأن العالم اتجه نحو التكنولوجيا. أمن معلوماتي وتقنيات تساهم في مساعدة المجتمع، هكذا كانت أبرز مشاريع تخرج هذه الدفعة، الدفعة الأولى في تخصص تقنية المعلومات، والذي أصبح الاتجاه إليه بشكل كبير في مهام المجتمع، مما ساهم في تطور المجتمعات الأخرى، بينما أصبح المجتمع في وادي حضرموت والمحافظة بشكل عام بأمس الحاجة إلى هذا النوع من التخصصات التي تساهم في نقل المجتمع نقلة نوعية. طبعا الحفل سمارت تك تكريم وتوديع للعام 2022 يضم دفعتين من كلية العلوم التطبيقية جامعة سيون، الدفعة الأولى دفعة سمارت دفعة تكنو بروت، الدفعة الأولى من قسم تقنية المعلومات والدفعة الرابعة من قسم علوم الحاسوب دفعة إبداع مبرمج. نحن أول دفعة للآي تي في وادي حضرموت بالضبط. أدعو أي طالب يعني عنده نية إنه يدخل جامعة يدخل ولا يتردد أبدا، بلا شيء ينفع نفسه ينفع مجتمعه ينفع يعني أكثر شخصيته جذريا تتغير يقوى ينفع الناس، يعني صراحة يعني التعليم شيء حلو مرة وأدعو الناس كلهم إنه يتوجهون له. يعني تقنية المعلومات بجامعة سيئون وعلم الحاسوب تخصصين مهمة والمجتمع بأمس الحاجة لها، يفرح اليوم وادي حضرموت بتخرج دفعة منها، فهل سيكون لها دور في المرحلة القادمة أم أنها ستضاف إلى كومة التخصصات الأخرى؟ لتلفزيون حضرموت صالح القيسي سيئون. ختام النشرة مشاهدينا، نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يدعو في كلمته بمؤتمر القمة العربية بالجزائر إلى تصنيف عربي جماعي للميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية. الرئيس العليمي يبحث مع الرئيس المصري المستجدات اليمنية والعلاقات الثنائية. رئيس الوزراء يشيد بجهود السلطة المحلية بمحافظة المهرة لتعزيز الوضع الخدمي والتنموي. محافظ حضرموت يطلع على الجاهزية الفنية وإجراءات السلامة في مطار الريان الدولي بالمكلا. المحافظ بالماضي يدشن مشروع وحدات الطاقة بمدارس المكلا، أطلع على سير العمل بمشروع جسر بويش. ولمتابعة المزيد من نشاراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيوني حضرموت. شكرا لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة، وشكرا أيضا لناقلة لغة الإشارة هاني بامثقال. دمتم في أمان الله.